تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني وأجل التبريكات بمناسبة فوز المنتخب العسكري للفروسية للقفز الحواجز لقوة دفاع البحرين بالمركز الأول في بطولة العالم العسكرية لقفز الحواجز للخيول 22 والمقامة في ريو دي جانيرو جمهورية البرازيل في الفترة من الرابع عشر إلى السابع عشر من أكتوبر الجاري أكد معالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين في برقيته أن هذا الإنجاز العسكري الرياضي المشرف ما كان ليتحقق لولا دعم وتوجيهات جلالة الملك المفدى الكريمة وما يليه جلالته من اهتمام ودعم ورعاية للرياضة العسكرية البحرينية والرياضة في مملكة البحرين بكافة أشكالها ومشيدا بالإنجازات العديدة التي حققها أو حققتها المملكة في مختلف المحافل سواء على المستوى القاري أو العالمي بفضل دعم ومساندة جلالته وتوجيهاته الكريمة أيده الله